وعاش سكان رفح الفلسطينية ليلة رعب بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار من الطيارات والدبابات اجتاحت المناطق الغربية تحت غطاء من النار. أشار عدد من سكان المنطقة إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. نايمين في الليل، ساكنين في الخيام هم. وكلمت بنتي قبل المغرب شوية، كلمتني كويس وفيش فيها شيء، هي جوزها وولادها، قالت لها هينا في الخيام وقاعدين. في الليل بقول لك على الليل بتقول اشتغل عليهم الدب، سمعوا الدب والكابتر بتطخ في الليل والدب، صوت دبابة قريبة عليهم. سمعوا صوت صراخ بنتهم ساكنة جنبهم برضه في خيمة، أخت جوز بنتي، سمعوا الضرب طلعوا يجروا، طلع جوز بنتي ينقذ يعني أخ جوز أخته ضربوه، طلع أبوه ينقذه ضربوه، طلع الولد ضربوه، هاي زي هيك. واختهم في الخيم برضه حامل شهر التاسع هي وجنينها، راحت كلهم راحوا زي هيك، وغير الاصابات الموجوده. وهي الله يرحمه ورحمه، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي صار معنا انه كان في بدايه الامر اطلاق نار، زائد فتره يعني من الزمن حوالي اكثر من نص ساعه في اطلاق نار، بعدها بشويه صار هنا حريق فجأة، مش عارفين إيش السبب، هل هو من طيران، هل هو مدفعية، هل هو يعني مش عارفين السبب إحنا، لأنه كلنا كنا نايمين في خيم، وتفاجأنا بعدها لما طلعنا نجري لقينا إنه ابن عمنا شبه محروق، وحاليا موجود في العناية المكثفة في الدير، وأطفال بصرخوا بصوت ورعب، يعني كان صعب، الوضع صعب جدا. وفي حاجة في قطاع غزة آمنة يما، ما كنا فرح فح آمنين، وهينا تهجرنا وراحت بيوتنا، أولادنا راحوا، في حاجة آمنة يما، فيش حاجة في غزة آمنة. الإنسان صار أرخص ما يمكن هو الإنسان. حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخوي، حسبنا الله ونعم الوكيل أخوي على عكاظ، وبنتي الثانية رجلها وإيدها محروقة، والولد هتكون في المستشفى، والولد الثاني والبنت الثانية الصغيرة كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف طلع 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 ايش صار فينا، طلع اطلع اطلع شوف. هذه المنطقة الآمنة اللي حكى عنها الجيش، وجينا فيها وهيها هذه الآمنة. شو في غير الأطفال الصغار؟ شو في غير الأطفال الصغار؟ يطلع شهداء ويطلع جيراننا، بيجي 4 شهداء، ومن هان ابن سلف ارتمى ورحت مع ابنه على المستشفى، وبنات جيراننا هنا رحت معهن على المستشفى برضه، كلهن مصابات.